لرئاسة النيابة العامة بما فيها الديوان الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني. اليوم أعلن لكم بصفة رسمية أن السي محمد المديمي أقلع عن إضرابه عن الطعام وتناول وجبته كما العادة ويتمتع الآن بصحة جيدة والحمد لله. تم استقبالنا من طرف السيد الوكيل العام في شخص نائبه الأول، لأن السيد الوكيل العام كان مشغولا باجتماع في إطار لجنة ثلاثية بينه وبين السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش وكذلك السيد نقيب هيئة المحامين بمدينة مراكش، فأعطى تعليماته إلى نائبه الأول أستاذ الناجي المحترم الذي استقبلنا بمعية السيد محمد المديمي، وكان الاستقبال بطبيعة الحال كما العادة في هذه المحكمة بحفاوة، لا من طرف يعني في شخصنا نحن وهيئة دفاع السيد محمد المديمي، ولا كذلك طريقة التعامل مع السيد محمد المديمي كانت من الروعة بمكان لباء أثلج صدرنا نحن وهيئة الدفاع. فعلا تم النقاش حول مجموع الشكايات التي تقدم بها هو شخصيا وكذلك الشكايات التي تقدم بها دفاعه وكذلك الشكايات التي تقدمت بها والدته والشكايات التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، تطرق لجميع مواضعها والشخوص المشتكى بهم جميعا، وحرر ذلك في محضر رسمي للسيد الوكيل العام الذي وقع عليه كذلك السيد محمد المديمي. وقرر السيد الوكيل العام على أن يتم إحضار جميع الملفات والموضوعة بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وكذلك إشعار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لمده بمآل الشكايات الموضوعة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش. وحينما تستجمع جميع المعطيات لدى السيد الوكيل العام وماشي اللي تسمعوا يستجمع جميع المعطيات، راه الامر غادي ياخذ وقت طويل، لا غادي يكون بسرعه كبيره جدا، لان الامر حسينا نحن هيئه الدفاع بان السيد الوكيل العام واخذ الامور بجديه كبيره جدا على غير ما مضى، باش ما نقولوش كلام اخر، الامور مخوده بجديه كبيره. لما سيستجمع جميع المعطيات آنذاك السيد وكيل العام سيتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ضد كل من ثبت تورطه في أي عمل يخالف القانون أو المدونة الجنائية المغربية، سيطاله هذا القانون بطبيعة الحال بناء على التعليمات اللي غيصدرها السيد وكيل العام. خرجنا عندكم باش نعطيكم هذا التصريح، وغادي يكمل زميلي الأستاذ عبد الفتاح زهراش إضافات أخرى، وغادي نرجعوا لأن السيد الوكيل العام أعتقد بأنه بقات له واحد نص ساعة أو ربع ساعة ويسالي هذه اللجنة الثلاثية وبغى يشوفنا ويجلس معنا ونهضروا كذلك معاه ونحاولوا نفتحوا قنوات تواصل مع السيد الوكيل العام، لأنه عين في شهر غشت وما حصلش لنا الشرف اننا نجلسوا معاه ونتعرفوا عليه ويتعرف علينا، رغم اننا احنا تنعرفوه بطبيعه الحال، ولكن في هذا الملفات بغيناه يعرفنا وبغينا نعرفوه كذلك والتوجه ديالو في هذا الملفات. فلذلك سنغادر الى مكتب السيد الوكيل العام شخصيا لمجالسته ومناقشته في هذه الملفات والشكايات وظروف وملابسات وضعها وما هي الخطوات المستقبليه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله اللي غيتاخذ فيها قرارات وقرارات حاسمة، أعدكم بذلك. شكرا لكم. أولا صباح الخير عليكم جميعا.
اولا صباح الخير عليكم جميعا. كما جاء على لسان زميلي الاستاذ السناوي، هذا الصباح جينا لمراكش باش حضرنا مع محمد المديمي اللي هذه المره الثانيه اللي كيستمع له السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بمراكش على اثر دخوله في اضراب لا محدود عن الطاعن. فيوم الاربعاء لما شافوه تكلم معاه وسولوا قالوا شنو هي الاسباب اللي خلاتك باش دير الاضراب عن الطاعن، واش غادي توقف الاضراب ديالك ولا غادي تستمر فيه، وان النيابه العامه هو الباب ديالها مفتوح لمحكمه الاستئناف باش يعني تستمع لك فيما يتعلق بالامور ديالك اللي انت كتحس بها دراتك او درات الاسره ديالك او ساءت لك او ساءت لعائلتك او الدفاع ديالك. بطبيعه الحال اولا هذه المبادره احنا كدفاع ما يمكن لنا الا نشكروا السيد الوكيل العام شخصيا والنائب ديالو على صعيد الدائره القضائيه لمحكمه الاستئناف مراكش، وهذا تعامل ان دل على شيء تيدل على العمق الانساني في التعامل مع كل مواطن او مواطنه كيحس بانه واحد التشكي ديالو ما وصلش للجهه اللي هي كيكتبها في هذاك الموضوع. ف له مني ومن زميلي الاستاذ محمد السناوي كل الشكر وكل العرفان، ولذلك غادي نرجعوا عنده باش نشوفوا، لان شفنا غير النائب الاول ديالو اليوم تم الاستماع بشكل مفصل في كل الامور اللي كانت يعمل المديمي منذ اعتقاله او اللي درناها كدفاع مشتركين او اللي قمت بها انا شخصيا او اللي قامت بها العائله ديالو او اللي قاموا بها الرفاق والرفيقات ديالو في المركز الوطني لحقوق الانسان. ومن هذه الامور هذه اولا الرساله اللي وجهها للديوان الملكي اللي كان تيبين فيها انه هو ما عنده حتى مشكل مع القضيه الوطنيه، هو كباقي المغاربه يعتبر قضيه الصحراء المغربيه هي قضيه وطنيه، وانه لم يقم على الاطلاق باي تزوير او تلفيق في ذلك التقرير لا في قضيه مدينه الداخله او اساءه لاي هيئه منظمه. هذا بغى يوضح الموقف الوطني ديالو السده العاليه بالله باعتباره احد الرعايا ديال جلاله الملك حفظه الله. بطبيعه الحال الوكيل العام وضح لنا هذه النقطه على انه كاينه. النقطه الثانيه او الموضوع الثاني هو الشكايه اللي دار محمد المديمي من السجن بالسيد رئيس الجمعيه ديال الضمير وقيل حقوق الانسان وشي حاجه بهذا الشكل اللي سميتو هذاك هذاك السيد اللي دار به شكايه كونوا انه لما مشى عند الفرقه الوطنيه الامن الوطني زاد من عنده. حنا كنعرفوا انه في العهد الجديد هذه القضيه ديال زاد من عنده ما كايناش، واذا كان شي واحد زاد من عنده كيكون معرض للعقوبات ومعرض للمساءله. واذا حنا بغينا نعرفوا الحقيقه واش هو كذب على الامن ولا هو هذاك الكلام كيقولوا باش يبغي ينفخ فراسو، عنده مسائل اللي هي كتترتب عليه قانونيا. فالسيد الوكيل العام قالنا لانه وجهها السيد المدير العام للامن الوطني او الجهه اللي هي معنيه بالامر لترتيب الاثار. النقطه الثالثه كتعلق بجوج ديال الرسائل، وحده للمفتش العام لوزاره العدل كتعلق بتسريب الاحكام. الى باقي كتذكروا نهار كان تحكم المديمي الحكم خرج قبل ما يتم النطق به. والنقطة الرابعة كتعلق بشكايات السلطة القضائية بالإضافة إلى العديد من الشكايات اللي دار في الآونة الأخيرة بواحد السيدة عندها واحد القناة مغربية وطنية ومعها مجموعة من الناس من الخارج ومن الداخل. وهاد الناس هذيك السيدة السيد وكيل الملك اليوم حطها في مستشفى الأمراض العقلية هنا بمراكش كيتسناو التقرير، وهذا التقرير ما عرفناش وقتاش غادي يجي. سالنا مع الوكيل العام شمن عام غادي يجي هذا التقرير، وهذا السيده عندها سوابق مع السيد النقيب السابق المحترم لدى نقابه المحامين د مراكش ومع القاضي لدى نفس المحكمه وتم الايداع ديالها في السجن. علاش قضيه المديمي
غير هذه القضيه هذه اللي عديناها للسبيطار. حنا ماشي ضد، بالعكس، اذا كانت امراه مريضه راه كاين مسائل اللي هي في القانون، ولكن كاين اشخاص مذكورين معايا في الشكايه، منهم هاد بن حسين، منهم واحد السيده في الخارج. لذلك حنايا تنطالبوا باش المديمي يتم المعامله ديالو كباقي المواطنين والمواطنات. الى معتقل على ذمه قضيه ما ومحكوم من اجل قضيه ما، عنده حقوق وعلى الدوله واجبات. فاحنا حقيقه تم الاستقبال ديالنا مزيان، وتم التعامل مع المديمي مزيان، ولكن انا بغيت مزيان نشوفها في الافعال وفي القرارات. واش دائما حتى يدير هو يضرب عند الطعام عادي يكون، ولكن لا قدر الله خلال هذه الفتره هذه اللي كان هو داخل فيها في يضرب عند الطعام، وبالمناسبه حتى نشوفوا ليه الكلاوي ديالو كان بين الحياه والموت، واش خص الانسان تيدير هذا الشيء عاد سميتو. فلذلك حنا املنا كبير في السيد الوكيل العام، وكذلك حتى وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بمراكش، باش ياخذ الامور بواحد الماخذ ديال القيم العدل وقيم الانصاف. الدفاع ديال المديمي تهان امام الملأ، ولا النيابه العامه حركت ساكنا، وهذا الشيء في اخبار النقباء ديالنا وفي اخبار النيابه العامه. لا يعقل اذا كان شي حد على برا راه كاينه مساطر كدار، اللي كاين لداخل خص دار له المسطره، وباش نخرجوا هذا الشيء للراي العام. ما حد هذا الشيء ما خرجوش. المديمي مستعد في كل مره يدخل في شي معركه ديال الامعاء الفارغه، والدفاع ديالو مستعد باش يدير المساطير وكل الاشكال النضاليه، كل الاشكال النضاليه اللي يمكنش تحلى على 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 الانسان غادي يديرها، وكذلك الاخوان ديالو والاسره ديالو والاصدقاء ديالو في المركز الوطني لحقوق الانسان. على كل حال المديمي اليوم حل الاضراب عن الطعام، تم الاستماع اليه، تم الوعد ديالنا على ان غتتخذ الامور بجديه. كل الشكايات الان هي بين يدي السيد الوكيل العام، وسيوجهها الى من يهمهم الامر، وسيعطي فيها تعليماته اللي كتقتضي البحث، راه غادا تكون موضوع البحث، واللي اللي خصها تمشي لشي جهه ما للاختصاص غتمشي. كاين مجموعه من الشكايات اللي تحلت على سله، لان كاين عناوين في سله، كاين في مراكش، كاين خارج المغرب، هذا الشيء كله لانه حنا هذا الشيء تيبشر بالخير، وحنا في دوله الحق ودوله القانون، وخص القانون يطبق على الجميع وبدون استثناء. لا لا يعقل، لا يعقل انه لما توجهت شكايات ضده هو تم التعجيل بها في حينه، ولما هو يوجه شكايات او الدفاع ديالو او العائله ديالو او المركز تبقى في الرفوف. غير معقول وغير مقبول في زمن كنسمعوا على انه كاين تخليق ديال المرفق ديال القضاء، وكاين مساله ديال السواسية ديال المواطنين، وكاين مسائل ديال التعجيل بالبت في الشكاوي. إذن هذا بشكل عام هو هذا الموضوع ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم اللي كان مع السيد الوكيل العام، وهي شكايات تتنوع ثلاثة الأنواع. كاين الشكايات اللي كنا عملنا جميع كتعلق بالتقرير اللي طالوا الزوير وبانت حقائق شأنه ديال المفوضة وديال غيرها، وهذا الشيء كامل راه هو لأن كاين عند واحد طابع سرية ما يمكنش نقولوه. كاين هذا المشكل هذا، كاين هذه الشكايه هذه، كاين الشكايات اللي داروا بالناس اللي شهروا به واللي سبوه واللي قذفوا به، سواء اللي هما كانوا معاه في المسطره الاولى كمشتكين او اللي عاد خرجوا من السجن، وربما راكم كتعرفوا على من كنتكلم. لذلك كنبغي نبلغكم كذلك الشكر ديالو لوسائل الاعلام اللي حضرت والعائله ديالو والمتعاطفين معاه من الداخل ومن الخارج والكل يوتيوبرز، وكيجدد المديمي العهد على انه سيستمر، وحنا ما احوجنا الى امثال المديمي للدفاع على كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في هذا الوطن العزيز، لانه بدون نضال لن نصل جميعا الى دوله قويه، سياده فيها للقانون وسياده فيها لحقوق الانسان. فشكرا لكم، وشكرا للاصدقاء المديمي، شكرا للاخوان كلهم اللي كيتضامنوا معاه، والشكر موصول كذلك للجاليه بالخارج وكل اليوتيوبرز اللي طلقوا العريضه ديال التشكي. وكنقول خاص تكون عرائض، وغادا تشكل في الايام القليله المقبله واحد اللجنه واسعه النطاق فيها نشطاء من حقوق الانسان، فيها هيئه الدفاع، فيها العائله ديالو،
فيها الاصدقاء ديالو اللي غادي تتحرك على عده مستويات قصد المطالبه باطلاق سراحه، لان تنعتبر على ان المديمي ظلم مرتين وما يمكنش هذا الظلم يبقى مستمر، خاصه مع مجيء يعني المسؤول قضائي جديد متشبع بقيم حقوق الانسان ومحترم للقانون ويحترم المواطنين والمواطنات، وحنا املنا فيه كبير وامنا كبير كذلك حتى في وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بمراكش باش يحرك كل الشكايات اللي عنده في مواجهه ذوك الناس اللي شهروا ماشي غير بالمديمي، شهروا بالدفاع، والدفاع اللي كيتعتبر جزء لا يتجزا من اسره العداله. من اساء الى الدفاع اساء الى القضاء. لا اظن انه يرضى السيد وكيل الملك ان يسمع ما ادلينا له به من اهانات وسب وقذف من طرف الدفاع، كما انني كنطالب من النيابه العامه السيده اللي خارج التراب الوطني اذا تعذر احضارها ان تحرر في حقها مذكره البحث على الصعيد الدولي، لان هذه دوله عندها كيان ديالها وعندها مؤسسات ديالها وعندها ميكانيزمات ديالها، ماشي فقط غير على المديمي حتى على خصوم المديمي. وشكرا. كما شفتوا معنا المباشر دفاع ضحايا الدفاع المديمي امام محكمه الاستئناف بمدينه مراكش. كما كتشوفوا معنا لا زالت الامور كما كتشوفوا معنا من امام محكمه الاستئناف بمدينه مراكش. القضيه اليوم هي قضيه محمد المديمي، الجديد فيها هو توقف المديمي عن اضراب عن الطعام. السلام عليكم. السلام عليكم. السبب ديال الحضور ديال اليوم راه كلشي عارف بيه الناس، محمد المديمي دار توقف على الاضراب على الطعام اليوم، وسمع لي السيد وكيل العام، والاسباب راه شرحوها الدفاع ديالو، ما بقاش يمالك بشي حاجه الدفاع ديالو اللي عارف ما يشرح بزاف اللي واقع داخل المحكمه وسميتو الدفاع ديالو. انا الحمد لله مادام انسان من طبيعه الحال مادام معنا هاد الناس هادو هاد الدفاع هذا عطينا الله، دائما كنقول انا نعمه من عند الله سبحانه الا هو، ما تخلاش عينا كنقول حنا في شد المحنه ما تخلاوش علينا، ما تخلاوش علينا الدفاع ديالنا، ما تخلاوش علينا المجتمع المدني، ما تخلاوش علينا المغاربه الحرافيين ما كانوا. اش واحد ما تخلى على محمد المديمي ولا عليا انا ولا على قضيه محمد المديمي، حيت يحسوا بها ماشي قضيه محمد المديمي، قضيه المغاربه كلهم احرار ديالنا وفين ما كانوا وفيها دورهم. وشكرا اولدي بزاف. الاستماعي الي من طرف السيد وكيل العام لدى محكمه الاستئناف بمراكش حسب ما قرره في الفريق لمناقشته والاستماع إليه حول ظروف وملابسات اتخاذه قرار الإضراب على الطعام، والدافع الذي دفع السيد محمد المديمي إلى اتخاذ مثل هذا القرار الخطير الذي قد يودي بحياته. فعلا حضرنا اليوم أمام السيد الوكيل العام المحترم اللي استقبلنا بحفاوة حقيقة، لا هيئة الدفاع ولا كذلك السيد محمد المديمي، وحسينا بواحد الأريحية كبيرة جدا ونحن نتباحث في جميع الشكايات وفي جميع المراسلات التي تقدم بها السيد محمد المديمي لا على صعيد المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بمراكش، ولا كذلك حول المراسلات التي بعث بها من المؤسسة السجنية عن طريق النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش لمجموعة من المؤسسات ديال البلاد، منها الديوان الملكي، منها الإدارة العامة للأمن الوطني، منها رئاسة النيابة العامة، منها كذلك رئاسة السلطة القضائية. لأن السيد الوكيل العام استمع باستفاضة وب يعني بأريحية كبيرة للسيد المديمي وأعطاه حقه في التعبير، ما قطعوش نهائيا
واستمع له ودون جميع تصريحات السيد محمد المديمي في محضر رسمي بأرقام الشكايات وبالأشخاص والشخص المشتكى بهم، وكذلك بالمعاناة التي يعانيها الآن داخل المؤسسة السجنية الودايه. قرر السيد الوكيل العام أنه سيتخذ في القريب العاجل، أقول وأكرر في القريب العاجل، القرارات المناسبة والصارمة في حق هذه الشكايات الموضوعة من طرف السيد محمد المديمي، كذلك من طرف هيئات دفاعه، وكذلك من طرف أسرته، وأخيرا من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن ثبت فعلا أن المشتكى بهم قد اقترفوا أفعالا يجرمها القانون، فالقانون يطبق على الجميع ليس فقط على المديمي بل كذلك على هؤلاء الأشخاص المشتكى بهم إن ثبت فعلا تورطهم فيما هو مدون في الشكايات الموضوعة بين يدي النيابات العامة المختصة. لذلك وعدنا السيد الوكيل العام المحترم أنه في الأيام القليلة القادمة سيبعث لنا بجميع التعليمات والمآلات الخاصة بهذه الشكايات، وسنبقى على تواصل مستمر مع سيادته أي السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ليخبرنا بكل جديد يتعلق بما دفع السيد المديمي إلى اتخاذ قرار الإضراب على الطعام الذي أقلع وأوقفه اليوم. أقولها لكم رسميا، واليوم أقول لكم السيد محمد المديمي تناول وجبته كما الجميع ويتمتع بصحة جيدة، ويقرئكم السلام جميعا محبي وأصحاب قنوات وكذلك المتضامنين معه. أمله في الله، أمله في صاحب الجلالة، أمله في القانون، أمله في السيد الوكيل العام، أمله في هيئة دفاعه أن يتم إنصافه وأن تنقشع الحقيقة، وكذلك أن هذه السحابة يجب أن تنقشع من سماء المديمي ليعلم الجميع من هم الذين كانوا وراء إدخال المديمي ظلما إلى المؤسسة السجنية. وفي القريب العاجل إن شاء الله غادي الرأي العام الوطني وكذلك الدولي سيعرف بأن السيد المديمي لم تقترف يداه أبدا ما هو مستطر في تلك المسودة، ولكن هناك جهات أخرى التي حكت هذه القضية ضده، وغادي تعرف الأمور وغادي تعرف الحقيقة إن شاء الله، وما ذاك على الله بعزيز، وإن شاء الله غادي يكون الخير أمام محكمة النقد في الملفين معا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، كنا معكم على المباشر من مدينة مراكش هذه المرة من أمام محكمة الاستئناف بمدينة مراكش ملف المديمي. الخبر اليوم هو توقف المديمي عن إضراب عن الطعام. مشاهدينا الكرام، نلتقي في مباشر آخر دائما على قناتكم من حدث باسكات. إلى اللقاء بعد مباشر آخر. شكرا لكم على حسن المتابعة.